سامس اخبارك طيب. ايه كويسه؟ كله حلو الحمد لله. الحمد لله. شيماء خلاص العيد امتى؟ العيد يوم الخميس. يوم الخميس الجمعه الوقفه الخميس ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. شيماء احنا عندنا طبعا يعني او بمعنى صح مش ناس كتيره عارفه الاتيكات ومش ناس كتيره عارفه الاصول المفروض يحصل في العيد. فخلينا نبدا كده باول حاجه وهي زيارات العيد. مظبوط. زيارات العيد المفروض تبقى امتى نروح؟ تبقى قد ايه؟ ونروح لمين في الاول يوم وتاني يوم وتالت يوم وهكذا. اوكي، خلينا نتفق ان الاتيكات هو الاصول وازاي اريح اللي قدامي، فنفكر فيها بطريقه لوجيك. اول يوم هيبقى للاقارب اللي هم الناس اللي من الدرجه الاولى، مثلا لو انا متجوزه يبقى مامتي وحماتي الناس القريبين قوي. اوكي، ما ينفعش الاصحاب في اليوم ده لان هو بيبقى فيري فاميلي داي. اوكي، تاني يوم هتبقى ممكن الخلان او القرايب من الدرجه الثانيه. تالت يوم ده بتاع الاصحاب وبتاع الخروجات يعني اللي هو السوشيالايزنج اكتر. أوكي. احلى حاجه ان احنا لما نختار الوقت المناسب، معظم الناس بتذبح فما ينفعش اكلم حد عايد عليه مثلا الساعه 9 الصبح يوميها. ممكن يكون صلى مثلا العيد ورجع تعبان او ايفر، فستارتنج من 11 12 اللي هو الواحد يكون يعني ارتاح خلص الواجب اللي عليه ورجع نام شويه وكذا، نبتدي نتكلم بعض من اول الساعه 11 او 12 هيبقى اكسبتد. طيب تعالي نقول وقت الزياره قد ايه. لو انا في البيت هيجي لي ناس او انا رايحه ازور مثلا مامتي او حاجه وفي كذا اخ او كذا ناس من العيله جايين، اعمل حسابي ان انا يا اما هنتجمع كلنا يا اما ما نطولش قوي لو في ناس ثانيه هتيجي علشان ما يبقاش البيت زحمه قوي، يبقى في لود كبير على بس لو الكلام ده خليني اقول لك ينفع اكتر في ثاني او ثالث ان هي القرايب مش قوي. لكن اول يوم طالما مع الام ومع الاخوات فعادي هتبقى الموضوع ايزي اكتر. طيب بالنسبه لي مين يعايد على مين؟ المفروض ان الصغير هو اللي بيكلم الكبير يعايد عليه مش العكس، هو ده الاتيكيت. يعني ايه الصغير؟ يعني دلوقتي انا اكلم مامتي. طيب وانا امتى اقعد في البيت والناس تجي لي تعايد عليا؟ على فكره ممكن جدا مثلا ثاني يوم. أوكي. خلي بالك اول يوم بيبقى يعني مثلا يعني مامتي وبابايا هيكون سنهم مثلا كبير، فان هم يجي في ممكن حد يكون تعبان او كذا فهيبقى صعب عليهم، فخلينا نريحهم اول يوم. ثاني يوم بقى ساعتها ممكن استقبل القرايب من الدرجه الثانيه يبقى والناس تجي لي. لكن الاصح ان الاصغر سنا هو اللي يروح للحد الاكبر، والعاديه من الاكبر للاصغر سنا. من الاكبر للاصغر يس. سنة. يعني انا ما اديش لمامتي عاديه، هي اللي تديني. انا ادي للاصغر لابني او لاولاد اخويا او الناس الاصغر مني، وده لازم دايما العاديه بتكون اول حاجه. يعني احنا خلينا نمسكها واحده واحده. انا دلوقتي دخلت الاول اخش بايه؟ هل المفروض اخش بلحمه؟ على فكره الاضحيه ما هو المفروض ان التلت بتوزعيه على القرايب تلت الاضحيه ممكن اخش بلحمه يس. وهل ولما انا ادخل البيت مثلا هيقدموا لي حاجه هل يقدموا لي لحمه؟ انا لو هروح مثلا لو حد من الاضحيه في معظم الاحيان ما بقاش لحقت اطبخها، فاللي هيتقدم لي هيكون اكل مطبوخ المفروض، فاتس اوكي ان هو يتقدم لي لحمه وانا اجيب. ممكن لو عايزين نخرج بره القصه دي، لو في عزومه وناس كثيره جايه ممكن اجيب معايا مثلا ورد وهديه عشان نغير الفكره. بس لازم العيد اخش بحاجه طبعا. اي لازم. زياره لازم اي زياره نخش بحاجه طبعاً. لكن احنا نخش بلحمه مفيش مشكله. لا عادي، ان انا اقدم للناس حتى لو هم انا مش عازمهم على الغداء وده العيد بقى الدنيا اوبن كده، ان انا اقدم لهم لحمه مفيش اي مشكله. لا انا هقدم لو كورس غدا او كورس عشاء او فطار متاخر فهقدم اللحمه في صوره ان هي تبقى مطبوخه، لكن انا ممكن اهدي حد بان انا اروح وابقى جايبه. طيب يعني انا دلوقتي لو رحت الساعه 12 الظهر ده يعتبر ايه؟ ميعاد غدا؟ فطار متاخر سبيشلي لو العيد بس ده في العادي مش ده الطبيعي. طبيعي الفطار بيبقى بدري عن كده بكتير والغدا بيبقى متاخر شويه. أوكي. وبيختلف من بلد لبلد طبعا حسب العادات والتقاليد. لكن في العيد يعتبر فطار متاخر. طيب انا سمعت حاجه تانية برضه، انا سمعت ان لازم ادي جارتي كمان لحمه. طبعا يعتبروا من الناس القريبين برضه منك، فاعمل حاجه زي كده، تعملي كده وتعملي حساب الناس لو حد بيساعدك في البيت لو في حد بيسوق لك العربيه كل تعملي حساب طبعًا الاقارب أكيد. كلهم طبعا. طيب دخلنا ادينا لحمه واكلنا لحمه، العيديه امتى نديها؟ في وقت محدد ولا عادي نديها في اي وقت؟ عادي لان العيديه بتبقى انا واولاد اخويا، ففي الوقت المناسب اللي هحس فيه الاولاد هديوا اقدر ان انا اديهم العيديه اعمل ممكن كده. ممكن ابدلها بهديه لعب او حاجات كده؟ ممكن. بس هي حلوه العاده دي في العيد انها تبقى فيها يعني عيديه لان هي زي ما تقولي فانوس في رمضان فهي دي مقترنه بالعيد. بس عايزين نتفق على حاجه ان الهديه بقيمتها المعنويه مش بقيمتها الماديه، فانا مش لازم ادي او اعمل شو قدام اخواتي التانيين ان انا مديه رقم وات ايفر، هي حاجه رمزيه. اهم حاجه بس ان الاوراق النقديه تبقى جديده وشكلها حلو. دي لازم دي تبقى شكلها حلو عشان تبقى هي هديه. طب قولي لي حاجه تانية، هل في اتيكات في طريقه الذبح؟
يعني في اصول مش المفروض اعملها؟ ايه الاخطاء اللي انت بتشوفيها لما الناس بتذبح؟ بصي، هو احنا هنرجع للشريعه، بمعنى ان حرام ان احنا نجيب كذا اضحيه قدام بعض ونذبحها. طبعا ده مرفوض تماما. الحاجه الثانيه النظافه، يعني فكره ان انا مثلا عندي فيلا او عندي بيت او عندي مكان جراج او اتقفل حد بح فيه وهسيب الدنيا كده واسيب ريحه الدم، ده غير مقبول تماما. فالمفروض ابقى عامله حسابي لو انا هعمل حاجه زي كده ان انا ممكن اجيب سور او اجيب حاجه تغطي، مبقاش منظر الدم كده منتشر، وفي حد هيساعد معايا ان الكلام ده يتشال على طول. ان بالظبط، يعني ما اسيبش الدنيا متدربكه بعد ما، لان فعلا اول يوم ده بيبقى الموضوع صعب جدا، الموضوع صعب وريحه الحاجه بتبقى صعبه جدا، الواحد متضايق، فمبقاش حاجه لطيفه. والحاجة الثانية ان حلو ان احنا نشرك الاطفال بس يكون سنهم مناسب. يعني ما يجيبش طفل مثلا 5 سنين او 6 سنين خليه يشوف ذبح، يعني برضه لسه نفسيا ممكن يبقى لسه مش متقبل ده. يكبر شوية افتكر عند سن 10 ممكن نرجع للدكتور نفساني يقدر يتحمل حاجة زي كده وافهمه الطقوس عشان يبقى فرحان بيها، يبقى عارف ان دي حاجة كويسة واصل القصة ايه وليه ذبحنا والكلام ده كله. طيب قبل ما نبدا ونشوف هناكل الاكل الفته الجميل ده ازاي، حاجه تانية الاطفال والعيد، اوكي؟ ايه ولما بروح زياره اكيد لو عندي اطفال باخدهم، ايه الاسلوب الصح والاتيكات؟ علشان بعد ساعات بيبقى في ناس كتيره قوي في البيت، الاطفال بيعملوا دوشه، فالمفروض الام تعمل ايه مع الاطفال بحيث ان ما يبقاش في اي دربكه جوه البيت؟ اوكي، بصي، اتيكات الزيارات بالاطفال، انا عشان اروح ازور حد باطفالي لازم يكون هو عنده اطفال، بس ده في العادي، لكن اكيد في العيد كلنا عيله بالزبط. ففي ممكن حد يكون جاب اطفال، ممكن حد اصلا لسه ما اتجوزش، فعادي، فاحنا عيله كلها بتروح. اوكي، وواقع وطبيعي جدا هيبقى في اطفال كتيره لو في اخوات كتير عندهم اولاد كتير. بس الصح ان انا ابقى معلمه ابني اصول الاتيكات من البيت وحسب سنه، يعني انا مش جبت طفل سنتين واجبره على حاجات معينه ما هو لسه مش فاهم، يعني انا بعلمه واحده واحده، لكن عند 3 سنين ونص 4 ابتدى يبقى يعني عاقل شويه، فالمفروض ان هو ما اعلمه ان هو مثلا ما يفتحش التلاجه غير لما يستاذن. وعلى فكره بحاول اعلمه ده من البيت من عندي. اي بتاع التلاجه، خش بتاع التلاجه عند الناس يعني؟ ما هو لو متعود على كده في البيت هو مش هيفهم الفرق. فانا بحاول مع ابني هو لسه صغير بحاول استاذن قبل ما تحط ايدك على، تمسك مثلا موبايل مامتك او مامي، يعني لازم تستاذن قبل ما تفتح التلاجه، قبل ما تشيل اي حاجه من مكانها. كل شويه نفضل نكونفيرم الاثكس دي عشان خاطر لما يروح عند الناس يقدر ان هو بس يطبقها. بس مطلوب ايه من الاطفال لما يروحوا عند الناس؟ هل مطلوب يفضلوا؟ لا، يبقوا اطفال، يعني يتحركوا طبعاً. عادي، لكن طبعاً. ما ينفعش ان انا اقعد ابني او بنتي جنبي ولو ما تتحركش. لا، لان الناس اللي انا رايحه لهم متوقعين في اطفال، هم لازم يعملوا حسابهم، بمعنى انا لو مثلا حد جاي لي باطفال هشيل الفازات، يعني ما احطش حاجات ممكن انها تقع وتعمل مشاكل، وساعتها يبقى يعني يبقى في احراج. احاول ان انا اوسع الترابيزات، احاول ان انا اعمل لهم ترابيزه صغيره واحط لهم فيها اطباق وحاجات مثلا اجيب اكل ينفع للاطفال، زي مثلا الحاجات اللي هي اللبن بالفواكه والحاجات اللي هي تناسب الاطفال، بحيث ان انا اعرف اعمل لهم انترتينمنت عشان ما يزهقوش. لو ممكن اجيب لهم لعب، اجيب لهم كرتون، الحاجات اللي بيحبوه، بحيث ان هم اشغلهم. فلو انا خليتهم مشغولين مش هيعملوا مشاكل، يعني او احطهم في اوضه كلهم، اوضه اللعب وتبقى اوضه سيف ما فيهاش حاجه تعاليه يطلعوا عليها، شباك مقفول، الكلام ده كله، ويلعبوا براحتهم. طيب شيماء، الفته في العيد، خلينا الاول مفيش اتيكيت نخش بايدينا يعني؟ لا، طيب الفته بيبقى فته شوربه الاول في البدايه خالص، نقدمها ازاي؟ يعني انا شايفه ان انت حاطه الرز وعليه اللحمه وده الشوربه وجواها لحمه. هل هي دي التقديمه الصح ولا هل ممكن استبعد اللحمه خالص؟ ان في ناس ما بتحبش اللحمه الضاني. كلمينا شويه تقديم ازاي. بصي، هي حسب كل بيت، يعني هي حاجه اوبشنال. انا الشوربه ممكن احط فيها لحمه ممكن احطش فيها، فدي حاجه ترجع لي. لو انا هقدم فته فيها لحمه فبلاش احط لحمه برده في الشوربه. احنا النهارده بس بنوري اوبشنز يعني. الاول خالص دلوقتي ده هينزل على الترابيزه، ده هينزل البوله بتاعه الشوربه دي هتبقى في النص ولا دي اوريدي على طبقان الناس؟ في نوعين من الاتيكات اللي هو في سيت داون دينر وفي ممكن يبقى في حاجه زي الاوبن بوفيه. خلينا نتفق ان لو انا عامله اوبن بوفيه الشوربه لازم تكون موجوده على الترابيزه. الترابيزه مش في البول بتاعنا. على الترابيزه. اوكي. اور لو انا في مكان كبير في ريستورنت او في مكان حد ممكن يساعدني في البيت، ممكن الويتر او لو في شخص بيساعدني في البيت ان انا البوله تبقى فاضيه قدامي وهو يساعدني. خلينا نقول الطبيعي في العيد مش هنجيب حد يساعد ولا اي حاجه، ومش هتبقى سيتد. صبي في العيد احسن، بحيث ان اللي يجي مش كل حد هيجي يقف فيوقع. اوكي، وحاولي تبقى انت تصبيها قبل ما الناس تيجي على طول، يعني نبقى قاعدين مثلا 10 تنفار حاطين الشوربه باللحمه جوه الطبق يكون احسن لو قدرت اعمل. طب بس في ناس مش هتحب، وعيب ان احنا نسيب.
انا الناس اللي جايه لي المفروض ان انا ابقى عارفه طبعهم ايه. وخلينا نتفق في الاتيكيت، لو انا اتقدم لي حاجه مش عجباني اخد منها حاجه بسيطه، حاجه بسيطه على قد، الا لو انا عندي حساسيه او عندي مشكله مرضيه ساعتها ده لا. أوكي. غير كده اجامل لو بحاجه بسيطه. اوكي. والفته تبقى في طبق زي ده معموله واللحمه فوقيها، اللي عايز لحمه ياخد، اللي مش عايز لحمه ما ياخدش. اه ممكن اللحمه حواليها او جواها، بس تقدميها بالطريقه اللي تحبيها. حاولي تبتكري يعني. أوكي. تقدميها بالطريقه اللي تحبيها. اوكي. طيب الشوربه باللحمه جواها. اوكي. اتفضلي ناكلها ازاي؟ طيب خلينا نتفق في قواعد الاتيكيت ان انا باكل من بره لجوه. اوكي. اوكي. وبترتيب الكورسز. اوكي. فانا المفروض ان انا اول حاجه في اي كورس ان هي تبقى الشوربه. اوكي. فهتبقى المعلقه ابعد حاجه على ايدي اليمين. اوكي. اوكي. غلط ان انا اشرب الشوربه كده اهو. اوكي. يعني اتجاهها كده. اه. لازم اشربها كده. اوكي. من الطرف. من الطرف. الفكره ان انا لو شربتها كده هوقع على نفسي، هضطر افتح بوقي بشكل كبير عشان ممكن تبقى سخنه. اه. غلط ان انا انفخ في الشوربه عشان ابردها. اوكي. ولما اخدها لبره. ليه لبره؟ علشان لو وقعت زي ما بتوقع دلوقتي يبقى في مسافه على ما انا اجيبها ما تقعش على هدومي. وان انا اقرب قوي للطبق؟ لا ما اقربش. لا. انا اقرب الكرسي. اه. ابقى مفروده، بصي هي اكزاكتلي بتبقى على قد كده، المفروض تبقى المسافه قد كده. اوكي. ما تدخلش جوه. ما تدخلش جوه. تبقى مفروده بشكل شيك وانا قاعده. أوكي. اوكي. انا بحب اقول الكلام ده الفورمال، بس انا لو قاعده مع عيلتي وعايزه اعمل براحتي، الناس براحتها وهي جوه بيتها مع عيلتها، الناس اللي انا مش واخده عليهم قوي المفروض ان انا التزم بحاجة. وخلينا نعمل كده عشان نبالانس، عشان يبقى في النص. بالزبط. نوصل للنص، ما نوصلش لتحت خالص، يعني ولا نعقد قوي ولا يعني نبقى براحتنا. اوكي. كمان حاجه مهمه ان انا لو انا مش متعوده على كده عمري ما هبقى في الموقف هعرف اتصرف صح. صح صح. فخلينا نقول ده تدريب. أوكي. اوكي. فانا هقعد القعده المظبوطه. اوكي. هاخد المعلقه كده وهشرب من طرف. أوكي. الشوربه. الطبيعي الصح ان كانت اللحمه تبقى متقطعه اصغر. اوكي. بحيث ان اعرف اخدها مع الشوربه. يعني صعبه البيت تقطع اللحمه صغير بحيث ان احنا مش هندخل سكين. آه. شوكه وسكين. مش هقدر اعمل. أوكي. كده. اوكي. والاصح ان انا ما ادخلش لحمه جوه، عامله زي مثلا شوربه المشروم مثلا بيبقى معاها فراخ متقطعه حتت صغيره. أوكي. فبيبقى سهل ان الواحد ياكلها. اوكي. محدش بيحط فيها شوكه وسكين. اوكي. وهو ده اكتر. لكن غلط ان انا لو جالي طبق كده، ما ممكن الناس تبقى غارفه والحته اللحمه كبيره، غلط ان انا اقوم مطلعه لحمه بالشوكه وحطها في طبق؟ لا مش غلط. مش غلط. هو الغلط ان انا اعلق على الطريقه اللي الناس قدمت لي بيها الحاجه. اوكي. انا اتصرف. انا اتصرف باللي معايا. اللي معايا. Exactly. اوكي. بالظبط. اوكي. ساعتها انا هضطر، انا مش هعرف اقطع في ده، فممكن في الطبق الاصغر اللي تحت بالشوكه والسكينه اقطعه. طيب خلصنا الشوربه. اوكي. نعمل ايه بقى؟ نشيل الطبق، مفيش حد، احنا في العيد ومفيش هيلب. اوكي. نحطه فين بقى؟ بصي المفروض ان يبقى في بوفيه تاني جنب السفره. ممكن نحط فيه الحاجات اللي خلصت. اقوم عادي واحط؟ او احط عادي. أوكي. اوكي. اكتر حاجه صح ان يبقى في حد بيساعد في البيت. اوكي. طيب شيماء احنا نروح بس لفاصل وهنرجع لك تاني. اوكي. اتفضل. رجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع خبير الاتيكيت شيماء بهي. واكلت اكله العيد شيماء الفته. احنا شربنا الشوربه خلاص وحطيناها على جنب. الفته بعد، مين اللي يغرف الفته ونغرفها بايه؟ اوكي. هتغرف فيها بحاجه زي كده او ممكن تبقى عميقه شويه عن كده. أوكي. بس مش زي بتاعه الشوربه. الشوربه بتبقى يعني عميقه اكتر. هو الصح ان صاحبه البيت بتقول للناس اتفضلوا. وكل واحد المفروض يهلف هيلف. على فكره ممكن يكون الكلام ده غريب. بس هو مش شكلها حلو ان صاحب البيت تلف على طبق على طبق طبق راجل قاعد وسيده قاعده، واحد تقعد تغرف له زي بس الأطفال. ممكن الطبق لو بعيد حد يقربه لي وخلاص. ممكن حد يقربه وممكن احنا نتحرك. اوكي. سنس ان احنا في العيد وسنس ان احنا عيله، مش لازم اتعب مامتي. اوكي. لازم اتعب صاحبه البيت تعمل كده. اوكي. والمور فورمال لو انا عازله مثلا رئيسي في الشغل وزوجته او عامله حاجه فيري فورمال، ان انا اجيب حد يساعدني في البيت. يعني انا المفروض ابقى انا قاعده لاستقبال الضيوف. اوكي. ده طبعا على قد الامكانيات وعلى قد ما اقدر. نغرف. طيب هنغرف دلوقتي. اوكي. ليتس سي ان انا مثلا غرفت كده. اوكي. اهم حاجه وفيري امبورتنت تيب ان اللي يتشال من على الترابيزه ما يرجعش على الترابيزه. يعني ايه؟ لان هنا في مفرش. آه. دلوقتي المغرفه دي اتوسخت. ما ينفعش اقوم ارجعها احطها كده. اوكي. وحشه جدا. أوكي. جدا. أوكي. هو الصح ان كان يبقى فيه هنا طبق كمان بحيث ان انا دي احط، عشان كده انا هحطها هنا مجازا. أوكي. يعني لو ما فيش نعمل بيها ايه؟ نحطها تاني في الطبق؟ يس.
طيب لكن ما تبوظيش المفرش او الترابيزه دي. أوكي. وبعدين مش نظيفه، لو حد تاني حب يغرف وحطيتيها هنا دي برده حاجه مش صحيه. مش صح. صح اكيد. اوكي اوكي. طيب هناكلهم ازاي؟ هنحط قاعده، الحاجه الوحيده اللي تتاكل بالمعلقه هي الشوربه فقط لا غير. مفيش احنا ليه شعبنا بيحب ياكل الرز بالمعلقه؟ ليه؟ اسهل. ليه؟ عشان اسهل. بس بتضطر تاخد كميه كبيره فهتضطر تفتح بقك او بيه وهتبقى شكلها يعني. هو الاطفال اسهل لهم ان هم ياكلوا بالمعلقه طبعا يعني. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هبتدي بقى بقرب حاجه او تاني شوكه وسكينه قريبه للطبق. اوكي همسكهم كده. طيب اللحمه هتتاكل عادي، هنقطعها بالشوكه والسكينه وناكلها حته حته، ما اقطعهاش حتت كتير. اوكي هقول لك بقى على طريقتين، في مدرستين، في مدرسه الكونتيننتال وفي المدرسه الامريكان. الامريكان بيحبوا ياكلوا ويمسكوا الشوكه بايدهم اليمين مش الشمال. فيقوموا عاملين ايه؟ يقطعوا ثلاث قطع بس ثلاثه بحد اقصى. اوكي مش تقطع كل اللحم. اوكي لاتسين انا قطعت كده ثلاث قطع. السكينه عمري ما احطها كده ولا احطها زي ما اتفقنا، هحطها جوه. اوكي وهقلب الشوكه امسكها بايدي اليمين واحد. اوكي دي طريقه الامريكان، بتمشي معانا اكتر. الناس بتحب تستخدم ايدها اليمين. اوكي اما الطريقه اللي هي الكونتيننتال لا، هتفضل هقطع قطع واحده. اوكي وهاكل. اوكي اوكي بس. طيب الرز بقى بيتاكل ازاي؟ بنفس الطريقه. ممكن اكله بطريقه الكونتيننتال او الامريكان، انا بدل. اوكي حسب انا انهي طريقه هتخليني اكل بشكل احسن. اوكي بس وباكل، بحط السكينه كده وباكل. اوكي وبقرب شويه بس مش بقرب قوي، خلي بالي من شعري ما يدخلش في الليل، لازم الموضوع فيه نظافه. اوكي طيب حاجه برضو تيب مهمه، ان انا لو حاطه رز تقيل اشيله لان الستينز او الصبغات اللي بتبقى على الحاجات اللي بتلمع دي وعلى كوبايات الميه شكلها وحش جدا. مش شكلها فورمال او شيك خالص يعني. طيب عايزين نخش بقى على المانجا. خلصنا ده المانجا. نحط شوكه وسكينه زي ما انت حطاهم كده. خلصت يبقى بحط شوكه وسكينه بارلل يعني. أوكي. موازين لبعض. اوكي اوكي وطبعا قد ما اقدر ما اسيبش كميه في اكلي اكيد عشان يبقى كومبلمنت لصاحبه البيت. طيب نيجي بقى نتكلم على فاكهه مثلا زي المانجا. اوكي هل طيب. المانجا المفروض تتقدم كده ولا هل انا المفروض اقطعها واحطها في بوله على بعضها؟ حلو، ما ينفعش تتقدم كده. ما ينفعش في اي حال من الاحوال خالص خالص، الا لو انا قاعده في البيت وقاعده بقى قدام التلفزيون بقى قاعده. اوكي واكلها زي الكوبايه. اوكي فده أوكي. ده شيء غير مقبول خالص. اوكي لو انا هقدم مانجا يبقى انا هقطعها واقدمها اوريدي في كاس او في بوله زي دي. أوكي. اوكي طيب اقطعها ازاي؟ في اوبشن ان في ناس بتقشرها مقشره وبعدين تقطعها. اول اسهل ان انا بمسكها كده واقطعها كده. ده انا قبل ما ضيوفي، ده انا في المطبخ في البيت عندي. في البيت طبعا. في البيت. طبعا استحاله اقدمها كده بالطريقه دي. نوت اكسبتبل خالص. نوت اكسبتبل خالص. اوكي فانا لسه ان انا هقطع مثلا كده وعلى قد ما اقدر اقلل صوابعي اللي انا بستخدمها يعني. اوكي ويستحسن تبقى ناشفه شويه عشان ما تقعدش تطلع عصير وتبهدل الدنيا. خلاص عملتها كده هبتدي اعملها مربعات. مربعات اوكي يعني كده 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 بعدين اغير الاتجاه. اوكي وكل ده يبقى جوه البول. طب لما بقدم البول بعدين بقلبها. اوكي وبعدين بنزلها بقى بالمعلقه او باي حاجه جوه. أوكي. البول. طب البول بقى بالشوكه بالمعلقه؟ بالمعلقه بالمعلقه بالمعلقه, بالمعلقة. سهل جدا تتاكل بالمعلقه. طيب شيماء اختملنا كده بس بريف، نصيحه اخيره للعيد. طيب انا على طول بحب اقول ان كل واحد يبقى على طبيعته. احلى حاجه، ما بحبش التصنع خالص. لكن في مواقف معينه بضطر فيها ان انا ابقى رسمي. امتى؟ لما يبقى معايا ناس مش قريبه مني. فساعتها انا لازم اعرف الحاجات اللي ممكن ده يكون تفصيل. ممل بالنسبه لحد، بس انا لازم اعمل كده. لان انا لو ما عملتش كده هبان مش كالتشرد انف او مش يعني ما عنديش ثقافه كفايه او ما عنديش علم ودرايه كفايه. مع اهلي مع مامتي مع اصحابي هبقى براحتي، ويا ريت ادرب نفسي عشان ما اتفاجئش لما ابقى في الموقف المهم. وحاجه مهمه نسيت اقولها، لو انا حاطه طحينه ممنوع نغمس. ايش انت حاطه طحينه؟ ما تخش بين الطحينه. حاطه طحينه ممنوع غم يعني احط خالص، او اخد بالمعلقه عندي واحطها هنا، والمعلقه دي لا تستخدم غير لاخد، لكن ما تجيش في بوقي عشان برضو النظافه والعدوى والكلام ده كله. شيماء كل سنه وانت طيبه، نورتيني، واكيد حابه اشوفك تاني ونتكلم اكتر بالذات عن الاتيكات بتاع الاكل. ان شاء الله. ميرسي جدا يعني. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول.